وللحديث عن تواصل قمع السلطات الحكومية والميليشيات في العراق قمع حرية التعبير والتظاهر، معنا من أنقرة الناشط السياسي سامر الساعدي. أهلا ومرحبا بك أستاذ سامر. تحية لحضرتك ولمشاهديكم الكرام ولقناة كادر القناة المحترمة. نعم، حياك الله. بداية، ماذا يعني للمتظاهرين إعادة تفعيل السوداني للجنة تقصي الحقائق حول قتلة المتظاهرين، ولماذا ألغيت بالأساس؟ يعني حقيقة كالسابقات، وعود وحلول ترقيعية وليست جذرية، وإذا أراد السوداني أن يجد هذا الموضوع له حل، نعم، كان من الممكن أن يذكره في المنهاج الوزاري الذي خلا من هم قتلة المتظاهرين ومن يقف وراء قتلة المتظاهرين. وبالتالي كثير في المحافظات وخاصة الجنوبية تم قنص المتظاهرين بالرصاص الحي، ومثال على هذه القضية مجزرة الزيتون في الناصرية التي راح ضحيتها 350 شخص بين شهيد وجريح على يد هذه القوات بالقمع بالرصاص الحي. بالتالي حقيقة كل هذه الأخطاء وكل هذه الوعود لم تنفذ، بالتالي أصبحت رئاسة الوزراء خاوية بالنسبة إلى الشعب العراقي. نعم. وبالنسبة إلى الدم، الدم العراقي أصبح مباح، والمواطن العراقي أصبح أرخص سلعة في الأسواق السياسية، ومن خلال هذا الدم يستغلون السياسيين افتعال الأزمات لتغطية مشوارهم في الفساد. نعم. لماذا بدأت حكومة السوداني عهدها بالدماء وهذه الأوامر باستخدام الرصاص ضد المتظاهرين في الناصرية رغم تأكيد المحتجين على سلمية احتجاجاتهم؟ يعني سيدي العزيز، يعني نشاهد أنه رئاسة الوزراء أو شخص رئيس الوزراء يكتفي بالتداول أو التشاور أو إعفاء قائد الشرطة من هذه المحافظة، وبالتالي يستقيل أو يتم تنصيبه في منصب آخر. لحد الآن لم نشاهد عقوبة أو محاسبة لقائد شرطة لمن فتح الرصاص على هذه الأمور. نعم، المظاهرات حية، ولربما الشرارة سوف تنطلق في ساعة واحدة من الناصرية. نعم، الناصرية تعد هي مصدر رعب ومصدر إزعاج بالنسبة للسلطات وخاصة رئاسة الوزراء، ويمكن قالها عادل عبد المهدي: إذا سكتت الناصرية تسكت كل محافظات الجنوب. بالناصرية تعتبر مركز الثقل الجماهيري في المحافظات الجنوبية، ولربما إذا تم إخماد شرارة الناصرية يتم إخماد كل المحافظات الجنوبية، وإذا اشتعلت شرارة الناصرية تشتعل بقية المحافظات. هنا نلاحظ أنه التظاهرات لا تزال قائمة، ولربما تشتعل في ساعة، ولربما هذه الساعة الواحدة تقضي كل السنوات العشرين التي أتى بها الفاسدين وتزعموا وتسيدوا المشهد السياسي على دماء العراقيين. نعم. إلى أي مدى ساهم القضاء في العراق في ترسيخ ظاهرة الإفلات من العقاب بحسب تقارير منظمة هيومان رايتس ووتش؟ يعني هو هيومان رايتس حقيقة تقريرها كان واضح، أنه هذا التقارير مالتها منظمة حقوق الإنسان، أنه شيء أكيد أكو يوجد دعم لكل هذه المنظمات حقوق الإنسان، لكن لا توجد مساحة لهذه المنظمات على السطح السياسي العراقي، بالتالي تسيطر على هذه اللجان، على هذه المنظمات، أما بالتأثير أو الخوف أو القتل أو التهديد. وبالتالي حتى منظمة العفو الدولي قالت أنه لربما يكون أو تكون هذه السلطات قمعية ذات نوع ما دكتاتوري. لكن حقيقة السؤال يدفعنا هنا، السكوت على كل هذا القتل من المجتمع الدولي، من هذه المنظمات، وفق كل هذه الأمور المرئية، وضح النهار قتل المتظاهرين في شوارع، قتل كل من يطالب بحقه، قتل كل من يسعى لحرية التعبير من الناشطين، من الصحفيين. لكن المصادر الصحفية تحدثت عن اعتقال 20 رجل أعمال بتهمة دعم التظاهرات. لماذا تلجأ السلطات برأيكم إلى هذه الخطوات؟ وهل يمكن اعتبار هذه الخطوة مقدمة لتصفية شخصيات بعينها كما جرى في أيلول الماضي عندما اعتقلت أكاديميين وشيوخ عشائر؟ نعم، يعني حقيقة هذا الاعتقال هو مثل ما أنا قلت أنه إخماد للثورة القادمة، ولربما المؤثرين على إشعال هذه فتيل الشعلة
الجماهيرية ربما يتم إسكاتها عبر اعتقال بعض الشخصيات اللي داعمين في القضية اللوجستية في التغيير. النسبة الحقيقية الموجودة الآن من الشعب الرافضة لهذه المنظومة من عام 2005 تبلورت وكبرت نوعا ما حتى وصلت إلى العداء. نعم أنا أقول العداء بين هذه المنظومة السياسية وبين الشعب. الشراكة في الوطن لا توجد شراكة حقيقية، وإنما توجد انتهاز حزبي لكل موارد الدولة لكل مفاصلة، وبالتالي نرى استبعاد كل الكفاءات وكل المؤثرين وكل من يحاول التغيير حتى لا يستطيع سحب البساط من هؤلاء المنظومة الحزبية والتخلي عن كراسيهم. نعم، هذه الاستفزازات التي تقوم بها الحكومة إلى أي مدى ستزيد من إصرار الشارع العراقي على مطالبه، وربما أن تتطور الأمور إلى ثورة شاملة كما وعد متظاهرو محافظة ذي قار في ظل خروج تظاهرات مساندة لها في العاصمة بغداد والعديد من المحافظات العراقية الأخرى؟ نعم، يعني حقيقة ممكن أن تؤدي هذه الثورة حقيقة من جديد وترجع تشتعل في كل محافظات العراق وخاصة الوسطى والجنوبية، لأن الواقع اللي يعيشه المواطن العراقي لا جديد، لا تغيير، لا تنفيذ بالوعود. تم تراجع الوعود من قبل رئاسة الوزراء في كل ما تم تخطيط له قبل تسنم رئاسة الوزراء، وبالتالي هذا يعطي دليل واضح على أنه هذه الحكومة هي كسابقاتها لا تعمل بالشراكة الحقيقية للمواطن، وأنما هي تستغل الدعم الدولي والإقليمي وتستغل نوعا ما العمل الديمقراطي الذي هو يعني قادم ومتزعم بالمال السياسي. الترسانة العسكرية كانت حاضرة ولا تزال حاضرة، والصراع من أجل البقاء موجود من قبل السياسة، من قبل المنظومة، من قبل رؤساء الكتل السياسية الذين لا يتخلوا عن كراسيهم نهائيا حتى وأن اضطر الأمر إلى قتل مليون مواطن عراقي، وبالتالي هم يقولون نحن مدعومين من المجتمع الدولي ونحن نؤمن بالجو الديمقراطي الذي هو يتماشى بالمال السياسي مع الأسف الشديد. نعم، من أنقرة الناشط السياسي سامر السعدي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في بانوراما الرافدين.